حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. السر أمانة، وكل إفشاء للسر هو من باب الخيانة، ويزداد الأمر تأكد مع الأسرار الزوجية، فبحكم ما تقوم عليه العلاقة الزوجية من قرب، من التحام بين الزوجين، عبر عليه القرآن بأبلغ عبارة، ونبه ليه بأدق إشارة في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يصبح كل قرين مطلع بالضرورة على أسرار قرين ومؤتمن عليها، وبالتالي فكل إفشاء تلك الأسرار هو من باب خيانة العهد والميثاق اللي عظم المولى من شأنه في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الأسرار الزوجية شيء مقدس، ما يصحش تحت أي ظرف من الظروف باش الزوج يتحدث بأسرار زوجته، ولا الزوجة تتحدث بأسرار زوجها، حتى وإن ساءت العشرة، لا بل حتى وإن انفصمت العلاقة الزوجية، واجب التكتم على الأسرار الزوجية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هم يحكيوا على السلطان، وما السلطان كان الله ومن عليه ذنب يقول استغفر الله. اسمع، بدي سلطان البلاد المجاورة عنده طفلة مكسبه كان هي، خلقها ربي آية في الحسن والجمال، عين وفد من القادة متاعه وبعثوا يخطبها له، لكن بوها ما رضاش ورجع هيك الوفد خايب. السلطان راها إهانة وجهز جيش عظيم وشن عليه حرب، وفي مدة قصيرة احتلوا بلاده وسبالوا بنته وروح بيها، وخصص لها جناح في القصر على ذمتها، وبات معاها ليلة واحدة ومنها غاب، ولا عاد يجيها ولا عاد يسأل عليها، واتلاقات عليها مسكينة الغربة والوحدة. ومنها قالت بينها وبين روحها: عجب، هالسلطان هذا قام بحرب على خاطري، وقت أول اللي يتملكه يسلم فيها، هذا ما تكون كان متمسكة بيه واحدة من سهل خريق. نادت جاريتها قلت لها: ما تقليش الملك سيدك قدش عنده من مراه. ايه، قلت لها، عد تغلط، عنده يجي 400 مراه، وبكلهم كيفك بنت سلاطن وملوك. قلت لها: وهو معاه شكون شادد رسمي؟ قلت لها: بكلهم كيف ما جرالك جرالهم، يبات معاها الويلة ويخليها، وما عايش كان مع مرته بنت سراج الخيل متاعه. هي قلت لها: نحبك مشيلها وقل لها للي راهي سمعت عليك كلام باهي وراهي تحب تزورك وتتعرف عليك. امشت لها هاك الجارية قالت لها ما وصلتها عليه للتها، قلت لها مرحبا بيها. أي ولد تمشي لها تعشي بحذاها، وتقوات العشرة بيناتهم وولاوا راسين في محسنة. حتى نهار من الأيام بنت السلطان قالت لضرتها بنت سراج الخيل: بالله يا فلانة، هو كل وحدة وبختها، أما ما تقليش علاش السلطان ما يحكين ليك؟ قلت لها: ماكم أنتم بكلكم تدللوا على ملك أباتكم، وأنا أبويا رجل زوالي وما عندي كان وجه ربي العالي، وليت قلت كيف يقولوا فيها، كان ما عندكش العسل بركانك حطوا على طرطوش لسانك. ويقولوا زادة: حلي فمك وارخي كمك تلقى ميمة أحن من أمك. وحكت لها على كل أسرارها الزوجية وكيفاش هي مستحوذت له على مشاعره. الغدوة بنت السلطان عينت السلطان مشاء المرد وبنت السراج وبعت لها جاريتها، قالت لها: امشي لفلانة قول لها
للتي قالت لك راني مريضة مريضة ياسر وراني متوحشة ياسر ونحبك إجا بحذايا على موت على حياء. مشيت لها هيك الجارية تلقى السلطان عندها، قالت لها للتي تسلم عليك وراهي مريضة ياسر وقالت لك لازم تجيب حذايا شوية. السلطان اسخف قلبه وتفكر باللي هي وحدانية وغريبة وما زارهاش من ليلة العرس، هي قال ما فيها بس نمشي نزورها. وخلى السلطان مرته بنت السراج ومشى لها. احسب مشي يلقاها مريضة راقدة في فرش، وإذا به يلقاها في هي أخرى، واللي حكيت لها عليه بنت السراج عملت له كيفه وزادت عليه. سي السلطان عجبه الجو، يتم جابت بحذاها أسبوع كامل. مرته بنت السراج عرفت دقتها منين جاتها، بعت لها جاريتها قالت لها للتي تسلم عليك وقالت لك نستاهل اللي حكيت لك بسراري، أما اللي ماشي نعملو فيك تو تراه، وما خلات ما تقول لها. والسلطان يسمع، وبدات هيك المرأة تبكي وتحبحب، والسلطان استانس بيها وحبها. أيا قال لها ما تبكيش، وبنت السراج اللي بكاتك من تو تولي جارية عندك واعمل فيها اللي تحب. وقتها ضحكت بنت السلطان وقالت للجارية أيا برا مشي قول لها اللي سمعتوه، وقول لها قالت لك للتك باللي راسك غاد حجمه هون. مشت لها هيك الجارية وقالت لها ما وصاتها عليه بنت السلطان، وما قدرت بنت السراج كان جات لضرتها بنت السلطان. أيا قالت لها توا أنت وليت في حكمي وأنا ماشي نعطيك للسارح، وكانت مر السلطان ولات مر سارح شياه. ويرحمهم كيف قالوا اللي تخف عقولهم يتحتوا بلي تدخولهم. وعلى أمل اللقاء بكم في حصة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.